بالنسبة للكابتن حلمي طولان، شفنا الكابتن حلمي طولان ما بيعملش نتائج غير مع الزمالك، دايما في مباريات الزمالك بيعمل أداء ومستوى رائع. نتمنى من الكابتن حلمي يلعب مبارياته كلها بنفس الأداء ونفس المستوى ونفس التعليمات. شفنا الكابتن حلمي في المركز العاشر، شفناه لما بيلعب الأهلي أول ربع ساعة بيبقى شايل 2-0، يجي في مباريات الزمالك ويعمل كل النتائج الإيجابية. نتمنى من الكابتن حلمي اللي هو يلعب مبارياته بنفس الأداء ونفس المستوى.